أسأل حضرتك يعني كيف تابعت مباريات المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم؟ هل كان أداء جيد، أداء متواضع، أداء سيء؟ والله بالنسبة للمنتخب العراقي يعني خاصة بهاي الأيام اللي مر بيها بعد شبابنا يعني صارت مصابتهم كورونا، فيعني أغلب اللواعب المتميزين ما حضروا بهاي المباراة، فيعني أعتبر هذا يعني الأداء كله جيد. المنتخب بالفترة الأخيرة يعني جدا جدا أداء يعني مو بالمستوى المطلوب، يعني ما جاي نعرف شنو السبب إلى الآن، يعني مشاكل داخلية أم مشاكل تخص الاتحاد، إلى الآن ما جاي نعرف. يعني المنتخب جاي تحسه مثل ما تقول يعني مو بالمستوى اللي الشارع اللي جاي يطلبه بالسنين اللي مضت، يعني سنين يونس محمود أو هوار ملا محمد أو يعني اللي كانوا سابقا. هاي الإخفاقات من مباراة إلى أخرى لمن تعزوها؟ شنو السبب؟ يعني ليش المنتخب يعني الأداء ربما تواضع قليلا قياسا بالأداء السابق؟ والله استاذ اكيد الاتحاد، يعني ماكو غير الاتحاد. انت مثل ما جاي شوف اكو لاعب مواهب، يعني مواهب هواي لاعبين يقدون يستقطبوها ويجيبوها المنتخب، لكن نشوف احنا كله نفسهم يتكررون نفسهم نفس الاخفاقات وترجع على نفس الاخفاقات. يعني نتمنى نشوف وجوه جديده، وجوه تقدم، يعني ليش تخلون نفسهم دائما نفسهم؟ تعتقد انه المنتخب بحاجه الى ان تتغير هذه الوجوه، يطعم بنسبه عاليه من الشباب، اعطاء فرصه للاعبين اخرين ربما يثبتون وجودهم في يعني قادم الأيام؟ يبدو أنه الحظ ما محالفنا صراحة، يعني معظم وأغلب تصفياتنا اللي نخوضها دائما يعني نفشل يعني بالحظ أو بالشانس بالتهديف. في هذه الدورة منتخبنا صراحة ما أدى، ما كان ذاك الأداء، قد يكون سبب تغيير المدرب، سبب الاتحاد غيره. أنا أتمنى أنه يهتمون أكثر، يهتمون ايضا بنوعيه اللاعبين، اكو بعض اللاعبين يعني اخذوا اكثر من استحقاقهم بالمنتخب، اكو وجوه شابه جديده. فطبعا اكيد ما تطلع عندك يعني لاعبين جدد اذا ما يكون عندك دوري المفروض دورينا ايضا يهتمون به.